فيما يتعلق بالتدابير ذات الأولوية. إذا معنا في هذا الندوة العلمية أساتذة وباحثين وممارسين. سنجد بأن هذا الإدراج عرف تطورا سريعا ومرحوبا في الزمن، لأن الرغبة كانت آنذاك هي رغبة التعليم، لكن لماذا؟ لأننا نجد على أن كان هناك انفراد تام وغير مشروط لكل فاعلين ومتدخلين، ثم لأن هذا الانفراد غير مشروط للفاعلين تم دعمه كذلك من ترسانة قانونية من المذكرة السندية والمعاصي، وأخيرا أحسسنا بوجود حروف جارحة عند كل فاعل في إنجاح ورش التعليم في درجة الأمازونية. طبعا الحال قد نتساءل أين نحن الآن من تلك البدايات، ولكن طبعا الحال هذا السؤال له ما يبرره، وأيضا البدايات لها ما يبررها. فلماذا إذا كل هذه الأمور التي أشرت إليها؟ لأننا كنا نتوخى تعليم اللغة الأمازيغية، وأظن بأن المدخل الأساسي لهذا التكوين أو هذا التعليم لا يمكن أن يكون من خلال التكوين وتكون الموارد البشرية الكافية والمؤهلة من أجل دعم هذا الإرسال. ومن ثم جاء الحديث عن صيغتين أساسيتين للتكوين. الصيغة الأولى هي صيغة التكوين المستمر، ثم صيغة التكوين الأساس. لكن طبعا الحال لا ينبغي أن ننسى التكوين الأساس المتخصص. فوقفتنا اليوم تريد أن تجيب عن ثلاث أسئلة أو أسئلة أساسية. ماذا تحقق في مجال التكوين إلى الآن؟ كيف تحقق؟ وما هي الآمال التي نعقدها على المستقبل؟ وأشير هنا إلى المستقبل القريب بطبع الحال والمتوسط. إذا ميزت في سيرورة التكوين بين محطتين أساسيتين. المحطة الأولى هي التي اعتبرتها من 2006 إلى 2012، والتي حسبت فيها مجموعة من الأمور. ما دام أن تحدث عن الحصيلة فلا بد أن نقول بأن هنا هذه الحصيلة ينبغي أن نناقشها على ثلاث مستويات. أولا على مستوى ما تم يعني ماذا تحدث عن الخصائص لأنه في مدة المكاسب والنتائج اللي تحققت في هذه الفترة، ثم غادي نتكلم على المشاكل والعراقيل اللي كانت اعترضت هذه التجربة، وسأخلص في الأخير إلى ذكر بعض الاقتراحات والحلول لتجاوز هذا المشكل. فبالنسبة لواقع تدريس اللغة الأمازيغية بالنيابة البرنوصي، فمنذ أن شرعت وزارة التربية الوطنية بتنفيذ تعليمات الملكية القاضية بإدماج اللغة الأمازيغية في المنظومة التربوية في 2003، حتى سارعت نيابة البرنوصي في تنفيذ مضمون المذكرة الوزارية 108. هذه المذكرة اللي كانت كتنص على إحداث خلايا النيابة التعليمية لتتبع تدريس اللغة الأمازيغية، ثم بالنسبة لتقويم وتقييم تدريس اللغة الأمازيغية في إطار تكافؤ الفرص مع بعض المواد الأخرى.